أظهرت مشاهد رصدتها كاميرا تلفزيون جنوب إفريقيا الوطني رجلين أحدهما يحمل مسدسا وهما يسرقان عنوة صحفيا كان يستعد لتقديم تقرير تلفزيوني عن الحالة الصحية لرئيس زامبيا. وبعيدا عن الكاميرا استولى اللصان على 3 هواتف محمولة من الصحفي وزملائه وكمبيوتر شخصي قبل هروبهما. وبينما سمع صوت الصحفي وهو يقول نتعرض للسرقة، يشار إلى أن الفيديو حصل على أكثر من 200,000 مشاهدة منذ يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.